ترخي لمين صاحب السيارة؟ هاي تعونيكي. مثل ما وعدناكن بعتقد هاي السيارة فيها تحدي أكبر. نزلنا على الأرض زي نزرع فرحة على وجهك وإن شاء الله تكون على ذوقك. وهدفنا سيارة، كل سيارة خبية قصة. إذا كانت عم تشتت بتقطع فينا، تحمى تنتزع. ورا كل قصة حلم. سيارتي مصدر رزق، ما عنده مردود إلا السيارة. بعرف عم تقولي كلمة يا ريت. وقررنا شو رح نعمل؟ خلي الحلم الله يستر يصير حقيقة. تقطع سيارة كف الكمبيوتر، ما رح ننام إن شاء الله. لاقي هالقطعة اليوم لازم نسلم سيارة. مغامرات رح تعيشوها من بدايتها لنهايتها. بركتك صراحة عن جد تفاجأت، فرحة لا توصف. ترك علينا عمل رائع. طيلة شهر رمضان الكريم على الـ MTV.